السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. اليوتيوبر المغربية ليلى الشمام كتفاجئ خديجة داخل المستشفى اللي كاين فيه هشام، فغادي نخليكم مع الفيديو. أهلا أصدقائي، كيف الحال؟ إن شاء الله تكون أموركم مزيان، تكون صحيحتكم على خير. شحال هادي ما درتش لي ستوري هكا كنهضر معاكم. المهم قلت دابا ندير لكم ستوري نطمنكم عليا ونقول لكم حتى الجديد ديال هشام، لان كلكم اللي كيعرف لي ستوار ديالي وكيتبع هشام وخديجه فكلشي كيقول لي ليلى عاونيهم ليلى عاونيهم ليلى عاونيهم. انا اللي غادي نقول لكم زعما الا كانت شي حاجه مازال في جهدي خاصها دار وما درتهاش فراه ربي شاهد عليا. درت اكثر من جهدي في اي حاجه كنعرفها، في اي معلومه كنعرفها، ما كنبخل على حتى شي واحد، ماشي غير خديجه ولا هشام، اي واحد سولني على شي حاجه وشفت الميساج ديالو فانا كنجاوب داكشي اللي عرفت. الموضوع زعما خرج من ايدينا، اي حاجه ممكن حنا نديروها درناها، دابا حطينا كلشي عند الله، ربي اللي قادر والناس اللي مسؤولين على اهلها. قلت لكم ان الحاله ديال هشام بقات بيد جوج، اولهم هو مولانا، ربي اللي قادر على اي حاجه، قادر على اي معجزه، وهادشي انا راني عشتو حرفيا وعشتو معايا وشفتو معايا بزاف ديال الحوايج. ربي قادر يحنت الاطباء وربي قادر يحنت العلم ويحنت اي واحد. وتاني حاجه هما المسؤولين اللي بيدهم القرار، هما البروسيدور، ما نكذبوش نقولوا البروسيدور كتمشي بين في يومين ولا في سيمانه، هاد البروسيدور انا خدات مني 4 شهور باش نكونوا واقعيين. هادشي كياخذ الوقت بزاف، حنا اللي كنتمناو هو هشام يشد في راسو ويزيد يقاوم كيف كان مقاوم المده ديال هاد 3 سنين. انتوما دابا شفتوا الطوموبيل فاوتوماتيكمون زعما اللي كيعرفني كيشوف الطوموبيل، حيت الطوموبيل عندي في المغرب كيعرفني راني في المغرب. انا في المغرب واول حاجه درتها هي مشيت شفت خديجه ولقيت خديجه في واحد الحاله اللي صعيبه بزاف، باش حاولت هكا ندير ليها مفاجاه، ما كانتش عارفه اني جايه وقلت لها طير اختي بغات تعطيك شي حاجه، ومنين هبطات لقاتني انا تصدمات، فرحت بزاف لان شوفتي فرحات وكتقول لي راكي اختي، عارفاني حاسه بها زعما الى ابعد حدود، حاسه بشنو كتحس وحاسه بهشام شنو حاس. يا ربي يا ربي اللي غادي نقول لكم، نقول لكم دعواتكم مع هشام. المرض ما كيرحمش، المناعه هابطه ما كترحمش، بزاف العوامل مخلطين عند هشام اللي كنتمنوا ان ربي اللي يكون معاه. انا اللي غنعاود نقول لكم نظرا حيت كلكم كتصيفطوا ليا وكلكم كتهضروا معايا، اللي غنقول لكم هو كونوا هانيين من جهتي انا، اي حاجه عرفتها وهما راهم هضروا مع السبيطار اللي انا فيه، يعني كنعرف فيه الناس تما، حاولت انني نهضر معاهم كيف قلت لكم اللي قدرت عليه فراني كان، ولا كانت مازال شي حاجه انا فاكيد غادي نديرها سواء مع هشام سواء مع اي واحد اللي غنعرف ان غير معلومه نعطي غير معلومه. زعما انا ماشي انا اللي كنسيني على الاوراق، ماشي انا اللي كنعطي بريزون شارج، ماشي انا اللي كنعطي الفيزا، وماشي انا. المهم اللي غادي نقول لكم هو دعواتكم. كنتمنى ان الحاله ديال هشام ما تدهورش بهذه السرعه، لان تدهورت الحاله ديالو بسرعه كبيره. كنتمنى ربي يفرج وربي يدير شي تاويل ديال الخير، والله يشافي الجميع يا ربي، هادشي ماشي ساهل، والله يكون مع خديجه لانها ليطا ديالها بسيشيك ولا فيزيك ولا كل شيء خايبه وصعيبه، والله يكون مع الجميع. هادشي اللي غادي نقول لكم وبغيت نطلع عليكم، كل مره كنبغي نطلع عليكم ما كنقدرش صراحه، المهم دابا حاولت انني نطلع عليكم وهادشي اللي كاين، والله يفرج على الجميع يا ربي، والله يدير شي تاويل ديال الخير يا ربي يا ربي. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف ما سمعت أخوتي بلي خديجة الحالة ديالها صعيبة، الله يكون معاها، بصراحة ماشي سهلة هادشي اللي كدوز منه، ما خلات ما دارت باش الزوج ديالها يمشي يتعالج على برا، فالله يكون معاها. ودعواتكم أخوتي مع هشام بالشفاء العاجل، الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. فهنا أخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.